واحد ليهم ليه دور وليه رسالة مفيش واحد فيهم دوره أهم من التاني واحنا في برنامجنا ضد الرجالة عفوا أشباه الرجال بنعرض معاناة الستات مع أشباه الرجال تابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي انا جيت لكم النهارده بحاجه حلوه جدا واتسالنا عليها كتير جدا وهو ازاي اتخطى خروجي من علاقه عاطفيه او علاقه جواز او خروج شخص من حياتي او بالاصح ازاي اعمل موفينج اون موفينج الشيء الوحيد اللي بيربطنا ببعض كاشخاص هو الالم الجسدي والالم النفسي ، كل واحد فينا بيتالم جسديا ونفسيا بس طبعا مع اختلاف الشخصيات واختلاف حجم الالم واختلاف طبيعة الالم وطريقة تعاملنا مع الوجع او الالم ده ، تلت خطوات او اربع خطوات هنتخطى بيهم العلاقة دي او هنعمل موفينج اون ، اول خطوة تقبل فكرة عدم الاعتذار ان انا اكون مستنيه من الطرف اللي وجعني ان هو يعتذر ان انا افضل الوم نفسي واسال نفسي اسئله كتير زي ليه كده وليه انا وليه انا بيحصل معايا كده او ان انا ابدا ان انا استنى من الطرف التاني ان انا احس ان هو ندمان على وجعه قليل بس الالم ده ملوش اي علاقه خالص باحساسك او برجوع الشخص ده او بندمه للاسف لازم نتقبل فكرة ان الشخص اللي أذينا او الشخص اللي سابنا او الشخص اللي وجعنا في الاغلب مش هيعتذر وما ينفعش استنى منه اعتذار الخطوة الثانية مواجهة الافكار المؤلمة كلامك مع نفسك دايما ليه حافز كبير قوي في نسبه الالم او طريقه تعاملك مع الالم سواء ايجابي او سلبي لو كلامك مع نفسك ايجابي هيساعدك كتير قوي ان أنتي تتخطي مرحله الالم ده وان انت تفوقي منها بسهوله لو كلامك مع نفسك سلبي هيفضل الالم يتكاثر ويفضل الوجع موجود بنسبه كبيره قوي هياخد فتره كبيره قوي على ما يروح خصوصا في الاوقات اللي بيزيد فيها القلق يعني مثلا بدل ما تقولي لنفسك زي جملة مثلا انا ليه بيحصل معايا كده جربي كده تقولي انا ربنا بيحبني ونجاني من الشخص ده صدقيني هتفرق كتير قوي كده ونتيجتها مضمونة آه، في تالت خطوة معانا هي خل المسافة وقطع كل وسائل التواصل مع الشخص ده بمعنى ايه كتير مننا او الدراسات اثبتت ان خمسين في المية من المفركشين محتفظين لسه بعلاقاتهم مع اصدقاء الاكس وسبعين في المية منهم لسه بيعملوا اكونتات فيك ويدخلوا يراقبوه ويشوفوا بينزل ايه وبيعمل ايه وبيقول ايه وبيروح مع مين وبيجي مع مين و70 وسب... في... في المية منهم بيحاولوا يتواصلوا اصلا معاهم عن طريق السوشيال ميديا وده غلط كبير قوي وطبعا كلنا مهووسين بده في المرحله دي هتلاقي انت بتنزلي ستوري في عربيه حتى اغنيه بتبين ان انت فرحانه بتنزلي بوست ان انت مبسوطه بتحاولي تتخطي قوي... الاوان او بمعنى اصح تشغلي نفسك وما تخليهوش يحس ان هو فيكي لكن بضغطه واحده على زرار السيرش وكتبتي اسم الشخص ده ودخلتي شفتي ستوري لي او بوست لي او صورته مع اي حد انت كانك نسفتي كل الوقت اللي ضاع ده ورجعتي لنقطه الصفر تاني وبدا الوجع يتكاثر تاني وكل المراحل اللي مرينا بيها هتكون ساعتها ملهاش اي لازمة الحل الوحيد ان احنا, نعمل بلوك للشخص ده انا عارفة ان هو قرار صعب ومش سهل وفي تحدي لنفسك لان الشخص ده ايا كان في بينا وبينه كانت عشره وايام كتير طويله وعلاقه 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 كانت ليها وقت زمني معين خد من عمرك ومن وقتك ومجهودك وانك كمان فجاه تشيليه من كل حاجه ده بالنسبه لك قرار صعب ومحتاج قوه كبيرة قوي بس صدقيني يستاهل ونتيجته مضمونة فالحل بالنسبة لنا ان احنا نعمل بلوكات للشخص ده وكل الناس اللي تخصه من على وسائل التواصل الاجتماعي وكمان ان انا امس بعد ما اعمل بلوك امسح رقمه من عندي عشان ما احاولش ان انا اعمل سيرش او اشوف الرقم او صباعي يضغط ويتصل في نقطة ضعف او في نقطة الم معينة وكمان نسيب حاجات تانية وناس تانية تاخد مساحة من وقتنا ويملوا جزء من الفراغ اللي سابه الشخص ده ولكن احذري ان هي تكون علاقة حب لأن انت ساعتها هتبقي مش بس بتضري نفسك ده انت هتبقي بتموتي نفسك اضعاف ان انت تحطي شخص مكان شخص ده انسي 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 في, في المراحل دي خالص ان انت تدخلي في اي علاقه حب او ارتباط ادي فرصه لعقلك وقلبك ان هو اه ينشغل عن مصدر الالم وهو الشخص التاني ده رابع حاجه وهي المهمه ان انت اه تدي لنفسك فرصه ان انت تمارسي الوعي الكافي او ان انت آه تمارسي زي ما بيقولها علماء النفس اليقظه اليقظه هي الوعي وانك تدركي انك لازم تمارسي حياتك او اهتماماتك او اي حاجه بتحبيها للعالم الخارجي اخرجي للناس زي ما قلنا في الخطوه اللي قبلها ادي فرصه لناس تانيه وحاجات تانيه تشتتك وي آه تملالك الوقت أو, الـ أو, الـ او الفراغ اللي سابه الشخص ده الا انك ترتبطي او تخشي في علاقه حب تانية لما تيجي تعملي موفينج اون حافظي على قلبك وحافظي على وجهك واعرفي ازاي تتعاملي مع المك عشان تعرفي تتخطيه واوعي تسمحي لنفسك تدخلي في اي علاقات في فتره الموفينج اون اعتقادا منك انك هتنسي شخص بشخص تاني محدش بينسى حد بحد تاني ومحدش بينسى حب بحب تاني لازم تتعافي مية في المية وتقفي على رجلك وترجعي أقوى من الأول عشان اختياراتك اللي جاية في الناس اللي هتحبيهم أو الراجل اللي هتحبيه أو هتدخليه حياتك تبقى اختيارك لزوج وراجل مش اختيارك لعلاقة حب عابرة تسيب فيكي ألم وجرح وتسيب فيكي زي ما قلنا في حلقات قبل كده سكار كبيرة قوي صعب تتداوى هستناكم الحلقة الجاية من ضد الرجالة وما تنسوش رأيكم بيكمل رأينا وما تنسوش اللايك والشير وتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي